كلمة للفنانة التشكيلية بلقيس الأمير. الأمير كانت مشاركة مشاركة معنا من الأسبوع الماضي وتستمر معنا هذا الأسبوع وهي فنانة ومدربة تشكيلية. التحقت بعدة دورات تدريبية في الفن التشكيلي والخط العربي. عضو مجموعة كلنا رسامين بالأحساء وجماعة الفن التشكيلي بالقطيف شاركت في عدة مسابقات فنية في السعودية والكويت وحققت جوائز فيها فلتتفضل بكلمة قصيرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضورنا الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. نلتقي الليلة من جديد برحاب هذا المنتدى المفعم بالحياة العلمية والعملية والثقافية والاجتماعية للتزوج بثقافة الحياة المثالية المثمرة بالإيجابية. ومن هذا المنطلق نتحدث الليلة عن أهم مجال في الحياة البشرية التي يعتمد عليها نجاح الأمم والرقي إلى الكمال إلا وهو الإنسانية. الإنسانية هي المصدر الصناعي لكلمة إنسان وتعتبر هي دلالة المميزات التي تجعل الإنسان من أرقى الكائنات الحية. تعني الطبيعة البشرية وما تنطوي عليها من صفات ومشاعر طيبة للتطور والاستمرار نحو الأفضل. أما اللا إنسانية فهي المضاد ويشار اليها عاده بانها اهدار لقيمه الانسان وحقوقه والتعامل مع البشر بعنصريه وقسوه. عندما يقال عن شخص ما قام بفعل انساني معناه قام بفعل الخير للبشر. ويشار للانسانيه انها تحمل معاني الاحسان والايثار وانها القوه الروحيه التي تشتمل على العديد من الدراسات ومنها الموسيقى والفن والتاريخ واللغه والادب. كما ارى الانسانيه لا تقتصر على يد على عفوا مد يد العون للمحتاجين بل هي تشمل جميع مجالات الحياه الاجتماعيه. ربما تكمن في ابتسامه بوجه طفل او كلمه تسعد قلب شخص هي تعامل ومواقف ومشاعر واحترام واحساس بالاخرين كمخلوق كرمه الله وشرفه بالعقل وله حق بكل ما يخصه بالحياه الاجتماعيه والشخصيه من خلال تجاربي البسيطه التي يمليها علي الضمير نحو الانسانيه اقدم ما بوسعي وامكانياتي وقدرتي المتواضعه بالخدمه الاجتماعيه التطوعيه حتى ولو بالابتسامه بوجه اخيك المؤمن وفهم احتياجاته منك كاخ في الله واحتواء النفوس كل هذه تندرج نحو الانسانيه الحقيقه ايضا بمجالي الفني اغلب اعمالي تشير إلى مواضيع مضمونها الإنسانية وتجسيدها كعمل تشكيلي محاولة إخراج ما أحسه وأوصله للمتلقي كرسالة تناشد الإنسانية ليعم حب الخير والعطاء لتحيا مجتمعاتنا بروح الكمال والرقي الإنساني كما كرمنا الله بهذه المنزلة الرفيعة ولا ننحدر إلى أرذل المنازل بالوحشية والتعدي على حقوق البشر مما يجعله إنسانًا آليًا خالي من المشاعر والعواطف بل اجعل من نفسك إنسانًا قادر على المحبة والتعاطف والعطاء مع الآخرين والإبداع كي نتميز عن غيرنا من الكائنات وتكون إنسانًا حقيقيًا أشير إلى عملي بلوحة الجوكر سبب العمل حقيقة هو طلبية لابنتي، لكن بعد مشاهدة الفيلم رسمتها بكل قناعة ذاتية لهذه الشخصية لأنها ضحية مجتمع لا إنساني مما جعله يرتكب الجرائم لكل من قسى عليه منذ طفولته وحوله إلى جوكر دموي. وذاك واقع لتعامل اللا إنسانية، عواقبه وخيمة على نفسية الإنسان والمجتمعات. حضورنا الكريم اعتذر على الاطاله وشكرا لكم على حسن استماعكم بالتطرق لجانب من جوانب مبادئي ومنهج انتهجته انتهجه عقلي وضميري وعاطفتي بصوره واقعيه بحدود حقوق الانسان ونسال الله التوفيق بالحياه الانسانيه كما يرضى الله ويحب والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته